معنا الحاجة ليلى من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور البرنامج يا فضيلة الشيخ. ربنا يحفظك يا حاجة ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. نون وبعدها ذال إخفاء حقيقي. حاضر حاضر. منذر منهم. طب فين بقى الإدغام يا حاجة؟ تنوين بعده ميم. منذر. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فين القلقلة بتاع الباء؟ عجيب. جميل. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ. لا، الجيم القلقلة فين؟ ذَلِكَ رَجَع. ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ. اتدربي عليها يا حجة. ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ. ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ. قد علمنا. قد برضك في قلقلة في الدال. قد هو انا مش بقولها خالص. لا انا مستمتع والله، بس يعني احنا الله يخليك. قد اصل ما ينفعش افوت حاجة لان الناس بتسمعنا. لا صح. لا ربنا يديك الصحة. قد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بارك الله فيك يا حجة.